والله العظيم إن أنا واقفة بين أقوى أطباء الأسنان بالعالم. ألف مبروك. ألف مبروك. أنت ما شاء الله علامة علامة في الأسنان والابتسامة. الله. راح أفحص أسنانها. يلا. هني في التوار. يلا. وأول مرة نستخدم هالكرسي. يلا. قسما بالله فخورة سعيدة. قصة نجاح كويتية بدت في 2003 في موقع إلكتروني اسمه أسنان.com، وصولاً حق أول عيادة أسنان في 2008، لين ما وصلنا في 2024 إلى أكبر مركز وعيادة أسنان في العالم. أنا قاعدة أتكلم عن قصة نجاح أسنان تاور. كنتي مريضة أسنان ببرج القديم ولا أنتي أول مرة مع أسنان؟ لا، أول مرة مع أسنان بعد ما رحت عيادة وما ضبطوا شغلي. إنزين. فيت على سمعتهم طيبة، فيت أصلح ما أفسدت العيادة اللي قبل. مع أسنان كل شيء يتصلح ويصير أحلى. والله يا يم. أكبر عيادة ومركز أسنان بالعالم. كم عيادة ما شاء الله؟ 103. 103 عيادة. تدرين راح تكونين انت اول مريضة لي هنا، لان انا اليوم ما عندي مرضى، فانت اول واحدة. والله. اي والله. خلينا ناخذ جولة في اكبر مركز اسنان في العالم. مو بس اكبر، الحين بتدشين انا برايي احلى عيادة اسنان بالعالم. امشي. يلا. انا اوريك. يلا. ما شاء الله. ايش رايك؟ ما شاء الله. ولحظة كرسينا يقعد كأنه كرسي، فيشيل رهبة هذا الكرسي والقعدة اللي فيه، وايد مريح وشكله حلو. دكتور أنا قاعد أشوف حتى ما شاء الله تبارك الرحمن الأجهزة كلها. هذا ياباني متعوب عليه، إحنا الدكتور عشان يشتغل مثل خلينا نقول الجيش، إذا أعطيتيه أسلحة الصح يقدر ينتج. عيادة أسنان تاور هي العيادة الوحيدة للضم على عدد كبير من استشاريين الأسنان اللي متخرجين بأمريكا بكل تخصصات الأسنان المختلفة. التخطيط السليم لدولتنا الحبيبة الكويت هو اللي ساعدنا أن نوصل لهالمرحلة من النجاح. درسنا في مدارس حكومية، طلعنا من المدارس الحكومية متفوقين. تعال إذا أنت متفوق انطرشك تدرس بعثة. رحنا بعثات في أمريكا، درسنا تفوقنا، أنت متفوق وناجح انطرشك تدرس تخصص. بسبب التخطيط السليم هذا خلقنا السياحة الصحية، والحمد لله التخطيط السليم قدرنا نسوي أكبر عيادة في العالم. أسنان بلشوا من مراجع ومريض واحد، وصولا لي تبارك الرحمن إلى أكثر من 160 ألف مراجع ضيف في عائلة أسنان، وعلى فكرة من 10 إلى 15% من خارج دولة الكويت، تحديدا من دول الخليج المختلفة. صراحة يعني مثل ما قلنا، يعني الكويت وصلت بالطب في مجال طب الأسنان لمستوى حيل عالمي. يعني الحمد لله ولله الحمد، قاعد يجونا ناس من الخليج، قاعد يجونا ناس من معظم الدول العربية، من أمريكا قاعد يجونا ناس. فلازم يعني نرتقي مو بس بالمعدات والدكاترة وشهادات الدكاترة، البيئة اللي راح نعالج فيها مراجعينا وايد ضرورية أنها تكون ويلكمينج ومريحة وحلوة، والديزاين يعني وايد يلعب دور بهالسوالف. يعني متى يا على بالك تسوي هذا المركز؟ أمانة بعد ما ضاج علينا المكان القديم، يعني قبل كان عندنا 50 عيادة. اكبر شكوى انت عالجتي عندنا، شنو اكبر عيب اسنان انت بوجهه نظرك؟ انت عالجتي هو بعيد عن المجاملات، ما في عيوب. بس يعني تحدي. كان تحدي بالنسبه لي. ان ما شاء الله تبارك الرحمن تبارك الرحمن، اللهم زد وبارك. زحمه المرضى وزحمه الناس. صح. اي والله سنصير ان شاء الله سنصير يطول. كان ليش يطول لنا زحمه؟ ايوه هذا اكبر شيء عالجناه باسلوب جذري. دبلنا العيادات، وبدال ما نكون على 10 طوابق سويناهم طابقين بس اعراض. كل طابق مساحته كبر التاور القديم. سؤال، ليش ما خليتهم فرعين؟ ليش مو اكثر من فرع؟ سؤال وايد. احنا يمينا كل عياده تنجح يسوون فرع ثاني وفرع ثالث. لو ترجعين حق اقوى مستشفيات العالم ما يسوون فروع قراب من بعض. ما تشوفين فرع وبعدين 10 كيلو فرع وبعدين 5، لا، مكان واحد، ان الدكاتره بيبي مثل الجيش، اذا اتحدوا يقوون. هذا واحد من احدث الاجهزه الطبيه حق طباعه الاسنان بشكل ثلاثي الابعاد. هذا المختبر. اي قررنا نخلي المختبر مكشوف حق مراجعينا وقريب من الدكاتره، عشان الدكتور اذا عنده اي ملاحظات ما يعبر الممر هذا. عجيب. هو بالمختبر كاهو الباب. عجيب الفكره ان المختبر يكون موجود بنفس الدور. صح. وعادي وانتم تتمشون تقدرون تطلون وتشوفون اسنانكم. بس يعني. عاد مو تدشون داخل تطلون. ايوه تطلون. اي صح. يعني احنا اليوم فخورين فيهم، فخورين ان احنا نكون احد طواقم هذا الطاقم الطبي. أمانة إدارة
قيادة، مستشارين، حلم، تحقق الحلم هذا وما يا من فراغ. طبعا هذا يا بناء على رؤية كانت واضحة من البداية، دشت معاها الأمانة الأخلاقية. أنا اليوم أصنف أسنان تاور إن هي مركز للأمن الطبي لقطاع طب الأسنان. تقول بعد هذا الإنجاز الحلو بالكويت أو خارج الكويت؟ ها فخر حقنا بالكويت وخارج الكويت أكيد. صراحة الواحد يكون محظوظ وبعض الأحيان يحسد على التيم اللي هو فيه. نقول الحمد لله رب العالمين، الكويت ما قصرت ويانا من بداية الابتعاث لتطور اللي صار في القطاع، كان بإشراف يعني الدولة، ونحمد الله أن أعطونا الفرصة أن نبين هذا الإبداع اللي موجود داخلنا ونطلع حق الشعب الكويتي وشعب الخليج والعالم. أنا فخور عم اشتغل بمركز نفس أسنان تاور، بتشوفي من البداية الطريق التصاعدي، ومش غريب على أسنان لما يحطوا براسهم بدو يعملوا شيء يكون هذا المستوى. هذه الحين عيادة الأطفال. أطفال. الله من المدخل يا الله. راح أوريكم الحين، راح أوريكم هذا المكان الوحيد اللي ما يكون جنة الأطفال منازلهم. هني هني هني. عجيب عجيب. لأن تدرين في طب الأسنان إذا أول زيارة للطفل كانت حلوة. واو. يروح الخوف من طبيب الأسنان. إحنا مشكلتنا. دكتور عيسى أنا آسف ما أدي أقاطعك. إيه إيش رأيك؟ أبيت شنو مكان العاب. شفتي؟ هذه عاد غرفة التعقيم. هذا أعلى مستوى للتعقيم بالعالم. عندنا جهاز ضخم اللي هو جهاز التعقيم اللي يذبح كل الميكروبات بما فيهم حتى بيضهم. هي تصير عن طريق الغرف وعن طريق استخدام الأجهزة الحديثة اللي تفتح من الصوبين. نفتح من هني ونسكر، بس نسكر هني ما نقدر نفتح الباب، لازم تنوخذ الأدوات من الصوب الثاني، فكذي نضمن إن نشيل الخطأ البشري تماماً. ايوه بعد كده تنزل. ها بس صح. اوكي بعدين شلون؟ يا سلام. طقي دوا خلص طاقة. يا سلام، اول مره راح يشتغل هالجهاز بالديره. وبعد الجوله العجيبه اللي سويناها في اسنان تاور صار دوري الحين ابي اشيك على اسناني. قلت له دكتور خليني اكون اول مريضه واول مراجعه اجرب العياده الجديده. يلا نشيك على أسناني.